انت طارق ناخذ رايك في التغييرات انت حكيت عليهم من قبل، هيك مؤخر شويه كان ماخر برشا مش شوي سورتو خزري وبنيوسف، ولو اني فما نقطه حنا نفهمها خاصه التغيير في الدقيقه 85 وتغيير في الدقيقه 87، شنو اللي تبدل معناها؟ ما تبدل حتى شيء، اما انا حبيت الراس التكتيكي يتبدل كي يدخل سعد بقير، سعد بقير يعمل فيه فور هو بعطيه صح، حتى كان يجي في راس بالعربي ما نجمش يلعب في الكلوار. عشرة يا رب هو حتى سعد ما يحبش يلعب في الكلوار، ما نجمش هو اصلا ما نجمش. نعطيك حاجه من الكوليس، ماتش موريتانيا في رادس مشى كي دخل فخر الدين بن يوسف طلب من سعد بقير ينقل من الكلوار اليمين للكلوار اليسار، وهذه سمعت حتى اللي موجودين في الملعب الكل سمعوها. مشى فخر الدين بن يوسف ما قالوا ليه سعد بقير ما نلعبش على اليسار، هو اصلا متقلق كيفاش حطوا على اليمين، كي مشى المنظر قال له لو ما حبش يلعب على الكلوار اليسار خرجوها بالتونيكتي. معناها تحس فما حاجه سافا باق على سافا منتخب لا مش فما، راه شوف راه فما حاجات الكلام سهل تو على التيوري تو نعملوا في التابلو تو نخرجوا باش تلعب في الكلوار فما ثلاثة حاجات لازم عندك، تكون رابيد ماهوش رابيد، ان كونتران تفسخ ما نجمش يفسخ ان كونتران، وتسنتر اون كورس، هذوما ثلاثة ما عنده بهم حتى ما عنده بهم حتى علاقة. سعد بقير يلعب كلاس 10 ريجيستر كلاسيك، وقت يدخل سعد بقير وسيرتو مع منافسين هذوما معناها متوسطين نجم تنحي بيفو يولي نلعبوا كا 2 3 1 وتعطيه ال 20 مينوت بدمهم كما يقولوا بلغه الكوره، تعطيهم له وينجم يعمل فيهم ميم بروفيل في ناس بالعربي نفس الواحد، معناها كي مش قول له هاي معناها بنفس ولو انه في ناس بلو رابيد شوي بلو رابيد، اما باقي يحب يلعب في اللاكس يحب يلعب في اللاكس يحب يلعب تحت التاكون يحب يرى اللي تروز التاكون يراهم على اليمين في الكولوار ولا على اليسار، يا اخي فخر الدين بن يوسف والانتقادات عليه مع كبيره برشا في البطوله التونسيه، والجمهور منتخب بريسك نقول لك انا ماهوش راضي على فخر الدين بن يوسف، اما كي يلعب في الكولوار يلعب في الكولوار صاحبه امبوسيبل يفوت، ما جبت على فخر الدين شنو رايك في التعامل نتاعو والقدام راه مش يشد اللاتيرال اللي قدامه لعبها ريال دروا كريمون اي في الكوب دي موند عندي مساج انا لعلي معلول، راه نحبوا نراو علي معلول تاع الاهلي ما شفناهش علي معلول تاع الاهلي توا ميور لاتيرال ما ميور لاتيرال ما هوش هذاك تاع الاهلي كما قال تاع انا نحب البونتويات نحب السونتراج تاع بونتو السونتراج نتاع يكون ديسيزيف هو بيدو، راه ميور لاتيرال في الافريق تاو بريسك معناها احسن جمعيه في افريق هي الاهلي، هو احسن جوار في الاهلي بريسك هذا المساج عندي سؤال فني باهي كامل المساج فين عندك برشا مساجات الفو فالوريزي ليس سخيري اكثر في المنتخب، انتوما صحفيين احنا المحللين الجمهور المنتخب البلاد ما شاء الله السياحه تحب انت تحب انت معناها راهو يعمل في حاجه كبيره برشا يعدي يعمل في نيفو كبير برشا. نجم نسال سؤالي؟ تفضل. قلت لك عم نسال تعامل فنيا كيفاش تعامل شفتوا تعامل فخر الدين بن يوسف في الدقيقه الاخرى من المقابله بحذاه وهاب الخزري كاش فارغ وراه من تالي لفرجاني ساسي على ما اعتقد، كيفاش شفت تعامله مع اللقطه هذيك؟ كيفاش نجم لاعب يضيع في كوره معناتها سهله هكاك ولا هو كان حطها روالي بنزيما مش فخر الدين بن يوسف عادية معناها اسو بوان صعيبة معناها تكنيك مو لا تكنيك مو متوسط هو خمم في هذيك حل ساق اكثر يلعب الساهل او بحرك وهبي لا يحطها هو معناها كان سكر ساقه شوية يحطها في نجم جاوبك انا ما سالش عن ديريكت تفضل مجال مفتوح الناس كلها لا احنا قلنا اللي معناتها عودة فخر الدين بن يوسف في الفريق الوطني نقطة استفهام كبيرة ياسر بالنسبه لي انا علاش ان با لو نيفو متالق في مصر السيد علاش ما يكونش موجود ما عندوش ان با لو نيفو سامحني ان با لو نيفو فخر الدين بن يوسف ان با لو نيفو اما تمشي ان طون كاتاكان وهذاك الجباري نتاعك وهذاك البوست نتاعك تمشي ان طون كاتاكان وتمشي تمركي tu fais le plus maintenant techniquement tactiquement معناتها سي ان جوار كي مانك دانتيليجونس خلينا نقول لك عربي اي كم كان عندك متكلم لا لا جوست حابين نقول لك حاجه انا حبيت نسالكم معناتها الثلاثه توا احنا قلنا معناتها عندنا نقص وضعف في الهجوم انا نقطه استفهام بالنسبه لي انا سليتي لو يلعب في غادي البارح دون ان ماتش كوم سولوي لا تلعب سليتي في البلاصه هذيك سليتي شنو البلاصه هذيك وقت يبدا سليتي وقت يبدا في احسن حالاته وقت يبدا يلعب القدام سي ان جوار رابيد عنده تير عنده دريبل وكل انا سليتي تحطه في الرول ريستريكتيف اللي ريتو فيه البارح براتيكمون اون كاتريام دومي يلعب على كل ولد يسار يلعب لعب لا لعب على اليمين زاد لا لعب على اليسار هذيك البوست نتاعو سليتي اي لكن شفناه على اليمين لو بلوس وقت انت هو الديكروش راه ما هو سجورد كل ولد اما انت وقت عندك نقص في الهجوم تقدموا دانكران جوار كيما هذاك معناتها هو
افيك جزيري البارح افيك جزيري البارح نربحوا زوج ثلاثه معناتها نربحوا زوج ثلاثه ترانكيلما. خلينا نرجع نسالك عربي على النقطه اللي حكاها فيها سامي نتاع فخر الدين بن يوسف في ظل الفقر الهجومي في المنتخب. نتفكر الناس كل فخر الدين بن يوسف بدا كمهاجم راس حربه وبدلوا بعض كروا على اليمين. يعني شابش يكون حل مثلا كان ينجم يشوفوا الاونترونير في البوست هذيك ولا لا؟ تبركوا خير منه. لا لا والله ينجم يكون قلب هجوم لكن باش نعاودوا نفس المشكل يعني باش سكر الباب قدام فخر الدين جزيري اللي هو متالق معناها قاعد سيف يلعب مع فون سنتر زياد الجزيري مع شكون تالق؟ سانتوس متالق مع سانتوس سي ان بو لو ميم بروفيل راهو سي ان بو لو ميم بروفيل بون الاخر معناتها يل بيركوت اكثر معناتها وما يخافش وكل معناتها زياد الجزيري مي سي ان بو لو ميم بروفيل راهو حمزه رفيع حمزه رفيع البارح ماهوش جورد كولوار حمزه نجيك خلي كامل عربي ونجيك الحمزه رفيع اصلك عليه وتحيه النادي الداوي اللي تبع فينا يقول لي سليتي في مركزه كلاعب رواقي ويتحرك يغير مركزه لتنشيط الهجوم باهي عربي اسلام دونك فخري نجم يكون حل من الحلول لو كان يعني لو كان ما عندكش شكون لو كان ما عندكش شكون معناها في البوست هذاك اما انت عندك شكون دونك بون حتى فخري معناها نتصور في الضيع الاوروبير نتاع كومان افون سونتر دونك عنده قضيه 7-8 سنين يلعب جور دو كولوار فما حاجه اسلام نتفكر ثلاث شهور التالي لعبنا ضد منتخب الجزائري وشفنا الفرق معناها واضح كبير على الاخر في تونس هنا في رادس وشفنا معناها السيل تم الماتش بلغه الكره غفصونا سيطره كليه للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائري كيلعب مباراته اليوم في كاس افريقيا ما يغيرش عنده معناها جمال بالماضي عنده 14 جوار 15 جوار واضحين معناها وما فيهمش كلام وما فيهمش معناها شك اللي يستحق يلعب دونك وقت اللي معناها خير بشي في كاس افريقيا وقت اللي خايب شي ناحيه ابراهيم يلعب البليلي شفنا الريزلت وين مشات وقت اللي لعب في فرض بونجيح معناها كومون اتاكون رغم اني ما ماركش برشا لكن اللي يحكي عليه سامي شنو خلى اصحابه يعملوا يوسف ما تالق في كاس افريقيا هذيك دونك هنا نحكي لك على شو نتاع المنتخب باش تبني منتخب ممتاز قادر يلعب في كاس افريقيا وقادر يمشي بيه لبعيد كيما نحبوا احنا ديما حاليا المنتخب هذا اللي عندنا توا راهو ما تفاجئوش لو كان ما ترشحوش ما تفاجئوش لو كان ما فيش بيه البعيد دونك يلزم لي شوا يكونوا باهين واللي يستحق يلعب واللي يستحق تعيط له هذاك اللي يكون موجود. باهي خلينا ناخذ رايك تعلق في حمزه رفيع تقريبا توا نستناو في الاضافه من اللاعب اللي متكون في اولمبيك اليوم اللاعب اللي لعب مع اليوفي لعب مع رونالدو معناها فردي كيب ما شفناش حاجه كبيره البارح بخدا فيهم كونتير اللي ضربت على البار ولا حتى في الدقائق اللي هبطت فيهم في مقابلات الفارطه شنو رايك؟ هو دوناتور ما يلعبش كولوار معناها سان جور دومي يكون اقوى برشا كي يكون يلعب في الوسط يكون تروازيام ولا يكون ديز معناها تحت اتاكون ولا روليور يبدا ماخذ ليبرتي اكثر باش يمشي لقدام لعب ياخذ راحته اكثر انا يعني مثلا ما قريت تو اللي قلناه توا راهو البارح ماتش تاع فخر الدين بن يوسف كولوار اليمين البارح الماتش هذاك تاع تارتون تاع سخانه تاع فخر الدين بن يوسف ممكن كان لعب على اليمين ممكن اعطاه بلوس برشا معناها خاطر ديما في اي منتخب ولا اي كلوب فما ملاعب ديما يقول لك متوسط لكن اللي يلعبوا فيه المدربين الكل هو عنده روح كبيره وجينيرو برشا جينيرو عنده ريجول كبير البارح كل المرات اللي مشى لليمين خلق الاخطر كل مره مشى لليمين جاب قريب الاوكازيون الاخرى البارح ولا البارح انا قلت لك البارح كان ممكن يكون ماتشو هو وراه مش كادو في المنتخب راه انا مش موافق معناها مش كادو فما ملاعبي اللي يقولوا عليه المدرب يعملوا معناها وجات بيريود تيتولير في ليكيب ناسيونال معناها وعدى بيريود باهيه وكلنا في المونديال قلنا اوارير دروا احسن لاعب في المونديال ولا اوارير دروا وكذا لكن نوعيه الملاعبيه هذوكم راه المدربين الكل يحبوهم جروسو مودو احنا راه ماذا بينا المنتخب يمشي لبعيد وعاد نقولها راه منظر كبير محظوظ على الان جيريس محظوظ على نبيل معلول محظوظ على كاسبر جيك الملاعبين اللي عنده خير من اللي كانوا موجودين مش قولي هما بيدهم لا توا خير تفكروا على 2018 معنا نبيل معلول هو اللي اكتشف هو اللي حط ياسين مرياح كان حتى واحد صحيح ياسين مرياح توا عنده 4 سنين دولي معناها ياسين مرياح توا مش تاع 2018 ياسين خيري كيف 2018 اول ما جاء توا راهو ياسين خيري بيلي ولا معناها في جمعيته ولا في المنتخب
العيدوني اكتشاف توا الناس كل تتخمر مش في بالهم العيدوني. العيدوني عنده 5 ماتشات في المنتخب توا الناس كل توا استنست بيه ولا كادر في اللي كيف والله انا عاشت شاتوني ولا شفت ماتش واحد باهي كنت تزير عامله باقي ما شفتش حاجه كبيره الحقه. لا لا بلوس كبيره لا نيفو ريكوبيراسيون لا بلوس كبيره برشا ما كان الحاجه كانت ناقصتنا خاطر احنا عدينا بيريود باهي مع محمد بن عمر وبعد الاصابات اللي بعدته قعدت البلاصه هذيك فارغه قعدوا يلعبوا فيها دي جوار كي هو جوار تشوف البارح في الدويال تشوف العاك تشوف حتى وجهه والتمبيرامون تاعو نتاعك اللي دز صحابه اكلي عارك معناها ملاعبي بيفو ديستريكتور صحيح معناها 100% هذا ماذا بينا نقوي شويه ماذا بينا نحطوا سانكيام باش المنتخب بنجم نمشيو به البعيد هكا بالبرود هذا وبالريتم تاع البارح هذا عندنا حق نخافوا على المنتخب ان شاء الله. لا ان شاء الله يعطيك الصحه طارق شرفنا بحضورك اليوم. شكرا سامي العكريمي ايضا عربي جابر هكا نكملوا في